السلام عليكم، مرحبا بكم ليكيب. اليوم نشوفوا فيها دوبلو المركب محليا في وهران، ونعمل بينه وبين النسخة المستوردة يعني مقارنة، ونشوفوا أبرز الاختلافات بين النسخة المركبة والنسخة المستوردة. طبعا على العموم يعني في الشكل الخارجي ما فيش اختلافات كبيرة، وإنما فيه اختلافات أو تغييرات بسيطة. أبدأوا حسبوا معي الاختلافات. أول اختلاف هو هنا في لي روتريفيزور، هنا راهم ربطه بالمانيال، بينما في النسخة المستوردة ربطه بالإلكتريكمون. هذا أول اختلاف اللي شفناه في الفيات دوبلو بين المستورد والمركب محليا. يعني باقي يعني في الشكل الخارجي ما فيش اختلافات كبيرة، سواء في الطول، في العرض، في الحمولة، في الارتفاع، نفس فيات دوبلو النسخة المستوردة. هنا رانا في قاعة عرض واتسمار في الجزائر العاصمة، راهم فاتحين طلبيات مسبقة. هنا رانا في بداية شهر جويلية 2024، هم ديجا فاتحين طلبيات مسبقة. هنا راح نشوفوا أبرز الاختلافات اللي راي في الداخل. وثاني اختلاف لما تفتح الباب يعني راح تشوف اختلاف ثاني اللي هو في المقاعد. النسخة المستوردة كان فيها هنا دو بلاس يعني مقعدين، هنا راها فيها مقعد واحد يعني في النسخة المركبة. كما رانا نشوفوا هنا مغلوقة كامل. النسخة المستوردة كان فيها مقعدين وتقدر تطويهم، تقدر تفتحهم بشكل عادي ودير يعني فراغ باش تزيد مساحة التخزين. هنا ما كانش في بلاصة واحدة. الاختلاف الثالث هنا راهم دايرين اوتو راديو عادي، بينما النسخة المستوردة فيه شاشة لمسية بمقاس 10 بوصات. هذه هي أبرز الاختلافات اللي رانا نتكلموا فيها. أما مساحات التخزين يعني هنا نفس ما هو موجود في النسخة المستوردة. هنا رجع يشبه بزاف للكونغو، رجع يشبه بزاف للكونغو. الاختلاف الرابع اللي راح نشوفوه كما راه نشوفوا هنا، كانت في واحد البلاستيكة هكذا يعني بالنوار كما نقولوا باش تحميه من التخباش ولا كاش عفسه. هذا ديجا راه ما فيش، راني حاطط لكم التصويره الفوق كما راكم تشوفوا. اما باقي التفاصيل نفس النسخه المستورده. لحد الان حصينا 4 اختلافات. طبعا هذه هي فيها الدوبلو المركبه في وهران. طبعا نفس الأضواء الأمامية هالوجينية مع النسخة المستوردة، كذلك نفس قياس العجلات يعني باركينز. نروحوا للكوتي تاع السائق. الاختلاف الخامس اللي راح نشوفوه أنه هذا المقعد يعني ما يطلع ما يهبط، يعني شغل راه فيكسي كما رانا نشوفوا هنا. النسخة المستوردة يعني فيه مقعد يتعدل يطلع يهبط، يعني تقدر تريقلي هنايا ما يتريقلاش. يعني تخزين الوقود 53 لتر طبعا لكلا النسخة، سواء المستوردة أو المركبة. الاختلاف الآخر هو أن العجلات القيادة كان فيها هذا الأزرار هكذا، يعني هذوك استغناوا عليهم في النسخة المركبة. أما مساحات التخزين نفسها. يعني لحد الآن حصينا 6 اختلافات. الاختلاف السابع هو فراما مانيال. طبعا النسخة المستوردة كان فيها فراما إلكتريك. طبعا لحد الان حصينا 7 اختلافات، ومازال فيه بعض الاختلافات الاخرى اللي رانا رايحين نشوفوهم. كما قلنا فراما مانيال، وهنا راهي مغلوقه عكس المستورده. طبعا لحد الان رانا حصينا حوالي 7 اختلافات. راح نشوفوا بعض الاختلافات الاخرى. طبعا يعني ابرز الاختلافات يعني كاينه في الدوبلو من الداخل، ولكن ماهيش اختلافات كبيره كبيره. أما بالنسبة للمحرك هو نفسه الموجود يعني في النسخة المستوردة بطبيعة الحال 1.6 HD 92 حصان تيربو. سعر النسخة المركبة 274 مليون سنتيم في اللون الأبيض، تغير اللون راح تزيد 2,500,000. طبعا هذه كانت أبرز الاختلافات. اختلاف آخر هنا راه في حساسة خلفية أو رادار دوريكيل. في النسخة المستوردة كان فيه كاميرا دوريكيل يعني كاميرا في الخلف. واللي راح حاب يشوف النسخة المستوردة افتحوا الوصف فقط، يعني راح نخلي لكم فيديو كنا يعني من قبل شفنا في الدوبلو النسخة المستوردة. افتحوا الوصف راح تصيبوا النسخة المستوردة في فيديو ان شاء الله. ما تنسوناش ديرونا اشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله.